بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صاحبه أجمعين. هذا اليوم المبارك في هذا الجمعة المباركة في مكة المكرمة المباركة في هذا الوطن الغالي، نجتمع قبيلة الحامدة أطياف حقيقة ثلاث القبائل الصخارنة وسميدات وولد علي في هذا المجلس المبارك، مجلس الوالد رحمة الله عليه عوض بن أحمد الأحمدي، للتعارف وإعادة اللحمة مع بعض ونتقابل معهم من المدينة ومن الرياض ومن جدة ومن مكة المكرمة. فنلتقي بإذن الله سنويا لهذا بإذن الله تعالى الاجتماع إن شاء الله تعالى. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، الله يحييك. مصعب بن يوسف الأحمد، تفضل، الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا فردا فردا، من حضر منكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه المناسبة المباركة، ومن اعتبر فله ذلك وجزاه الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع التعارف بيننا اجتماعا مباركا، ونشكر الله سبحانه وتعالى فأن من علينا بهذه النعم، ولله الحمد تحت هذه القيادة المباركة، قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين. بيننا اجتماعا مباركا، ونشكر الله سبحانه وتعالى فأن من علينا بهذه النعم، ولله الحمد تحت هذه القيادة المباركة، قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهد الأمين. أيها الأحبة الفضلاء، دعوني أتحدث بأننا ولله الحمد وبكل صدق وأمانة نتقلب بفضل الله سبحانه وتعالى بأمن وأمان ورخاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم هذا الأمن والرخاء، ويجعل اجتماعنا وأفراحنا دائما وأبدا نكرر فيها شكر وتقدير للمولى عز وجل بأن من علينا هذا الأمن والأمان والراحة لنا ولعامة المسلمين على هذه الأرض الطيبة المملكة العربية السعودية. أيها الأخوة الكرام، ليس لدينا برنامج محدد لهذا اللقاء المبارك، بل أنتم البرنامج وبكم استهل البرنامج. أبناء العموم، في هذا المجلس نذكركم ونذكر أنفسنا أن مجلس الوالد عوض بن أحمد الأحمدي رحمه الله، والذي هو وقفاً ولله الحمد من أوقاف الله تعالى للمناسبات الخاصة والعامة والتي تخدم مكة المكرمة، ونحمد الله بأن وفقنا لهذا المجلس من قبل 30 عام، والذي كان تأسيسه في عام 1390 في جرول مسقط رأس آل عوض هجرياً بحي جرول، ثم انتقل ايضا في جرول بدايه مدخل شعبه المغادر كما يعرف الجميع عام 1413، وتم بحمد لله عام 1419 في هذا المكان مجاور، ثم عام 1435 فتح هذا المجلس واصبح بمساحه ولله الحمد 2500 متر تقريبا. أيها الأخوة، كما أنا سعيد حيث الأنظمة الآن الاسم غير، أنا بكرة أروح الحوار المدني غير من يوسف سعيد. أبناء، إنني سعيد بتواجدكم في هذه الليلة المباركة، أنا وأخوتي أبناء الوالد عوض بن أحمد الأحمدي رحمه الله. كما نتمنى منكم
أن يتكرر هذا اللقاء المبارك وأن يكون من الثلاث القبائل حقيقة لا تحديدا من الإخوة الأعزاء. فأبدأ بالصخارنة والصميدات وولد علي، ونحن بإذن الله على يقين بأن هذا الأمر سيتكرر ومطلب للجميع، فنعمله بإذن الله في الشتاء في هذا المجلس مجلس الجميع، وفي الصيف في قرية الفكرة التي الكل يحبها حبا خاصا، ونتشاور إن شاء الله. سنعمل جروب جديد للحضور، وهذه الأسامي لا تدور لكم بالتلفون بإذن الله تعالى. سنتواصل في هذه المناسبات المباركة التي ليس فيها من الكلمات والمديح والأخذ العطاء إلا التعارف فقط. وبفضل الله إن شاء الله أننا مستمرين في هذا الأمر، حيث أن فكرة هذا الاجتماع ولله الحمد بدأ في جروب ولد علي عام 1441، كان في بيتي في المدينة المنورة، وكان محددا في شهر 7 عام 1941. ولما حصل جائحة كورونا وجاءت الأنظمة فمنعت هذا الاجتماع ولله الحمد لصحتنا والحفاظ على الجميع توقفت. ثم جزاه الله خير الأخ ناصر من مصلح الأحمدي، تشاورت أنا وياه أن نعلن هذا الأمر جديد نجعله في مكة المكرمة. ولا أخفيكم حصلت من أخوي ناصر شوي مدافعات، شارك في المدينة العدد في المدينة أكثر، قلت إيش رأيك صار مكة 100,000 والعمرة تروح مكة والكعبة عندنا، فسويت إدارة أنا وياه كذا فانتصرت عليه، فجزاه الله خير وافق سريعا. تحية لأخوي ناصر، تحية. وفي الختام نكرر شكرنا لكم ولحضوركم الكريم في هذه الليلة المباركة، وخاصة للأخوة الذين أتوا من المدينة المنورة تعالوا السفر لحبهم لهذا الاجتماع ولي شخصيا فهم على رأسي، وأحبهم جميعا. ولا يسعني في الختام إلا أشكر، نكرر شكرا لكم وحضوركم الكريم في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما وأبدا في الخير والبر، وأن يديم علينا هذا الأمن والأمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة الأعزاء، كان هذا البرنامج، كان هذا الكلام، ولكن تأجلنا أخوي ناصر حقيقة لأن هناك رجل ابن من أبنائنا لابد أن يكرر هذه الليلة. فالحقيقة أنا عرفت شوية، درست معه في اجتماع خاص كيف، فلما علمني ببر هذا الابن لأمه الحقيقة شجعته ووافقت على هذا الاجتماع، وهو الابن البار عبد الرحمن ابن بيان الأحمدي، فليتفضل. ليكرموا الأخ ناصر، وإن سمحتوا لي من يريد أن يتصور مع هذا التكريم اختيار 5 أشخاص. أبو محمد تفضل، للمنعم تفضل، سعود بقال قصة وبطولية التي عملها مع والدته، وليس له فضل، فضل الله ثم التوفيق من رب العالمين الذي وفقه لذلك. تفضل يا أخي. الله يمسيكم بالخير جميعا. قبل التكريم قبل على راس وجميع كل واحد على حسن على تواجدكم، على حسن الحضور تواجدكم اللي ما جابكم غير الرفقة ومحبة الجماعة. سعود بن قابل الله يوفقكم ويوفق أبناءكم ويجمعكم دائما على خير، ولا يحرمنا من هر وجهه الطيب. الكلام يعجز عن شكر، والله العظيم إني فرحان فرحة فعلا
كل ما جاء واحد زادت واحد، وكل ما شفت واحد زادت واحد، وما شفت اثنين سنة من عدو العاطر زادت واحد. فما أجمل هذا المساء المبارك. الله يجزا الشيخ أبو ياسر على تكفله بالاجتماع واقتراحه بالاجتماع وتكفله وقيامه بحرصه على هذا الاجتماع. الله يجزا خير ويجزا عنا كل شيء، كثر خير ويرحم والديك. والحقيقة ما كان في شيء من قبل مثل ما تفضل أبو ياسر في برنامج روشن، لكن قبل شهرين أحد أبنائنا، أحد أبنائنا حامدة الله يهديه ويبارك دبي وكل شيء خير وبركة، قام بعمل بطولي. صحيح أنه واجب كل ابن، لكن مو أي ابن يسويه ولا أي أحد يسويه. تفرع بكلية الوالد. فأنا من يوم ذاك اليوم إني انتهت من فرصة عسى الله يجيبني في اجتماع معه وأكلم هذا الشخص بنيابة عن جميع الحمد. تبرع عمدت إلى مسرح. أنا عمدت جميع الحمد. ما هو خاص فيني التغيير. أنا واثق أن كلكم فرحانين وفخورين بمثل هذا الفعل. الفعل المشرف وفعل الحقيقة ما نملكه إلا نقول الله يستحي ويكسر وبر والدته ويرحم والديه ويبارك له بصحته. فأشكركم جميعا على سماحكم لنا على الكريم وإياكم عنكم جميعا. عبد الله بن محمد بن بيان بن ناحب رحمي. جزاك الله خير. بيض الله وجهه وتحية مالية للأستاذ. في كلمة شكر، كلمة شكر للمؤسس جروب شمل الحامدة العم محمد بن عمر بن عامر السميدي أحمدي الله يشفيه ويطول عمره. والله ما حال عنا ما حال عن الحضور هنا إلا الظروف الصحية لأن الجميع أعتقد يعرف. والله يجزا عنا كل خير. وكأن الجروب اللي سواه كان صديق جاري عن هذا الرجل يكسب أجر فينا كلنا. خلانا نعرف ناس من ربعنا ما كنا نعرفهم من قبل. والله في كل منطقة في حايل مجلسين من كل مكان سبحان الله. فالله يجزا عنا كل خير ونشكره وندعيه للشفاء وربي يشفيه ويصلح المنية والذرية. والمسيد والله مسيد واجد لكن لا بعد ما في شيء. لا احنا ناصر كمان نكمل. وايضا نشكر مؤسسين جروب ولد علي لانه ارسلنا لهم في هذا الجروب اثنين في هذا المناسب جزاهم الله خير. نشكر كل من جاء واعتذر على الراس والعين كل بضافه. تحية للغايبين كمان اقول للغايبين. الاجتماع احمدي الفكره كانت في جروب شمل الحامده ثم طرحنا انها تكون شامله كل الحامده لان جروب شمل اسمه جروب شمل يعني يشمل كل الحامده اللي في الجروب وغير الجروب يعتبر كلنا ابناء رجل واحد وكلنا قبيله واحده وكلنا جزاك الله خير. نتمنى أمنية من الجميع من لديه كسرة ما عنده صوت. عندنا واحد عنده صوت يمسك الرياض أحمد بن زيد وين راح؟ قلت تعال يا أحمد. أحمد عنده كسرات. روح لأحمد بن زيد أول شيء اسمه كسرات. مبدئيا اللي عنده كسرة نرقص شوية كذا نزيد كذا نسجلون تسجيل ونخليها تاريخية. ونتمنى أمنية من الجميع أن نركز معها فإن هذا اللقاء يكون في السنة إن شاء الله أقلها مرتين، ما نقدر ثلاث مرات، ناس في أشغال وأعمال، ولكن في الصيف والشتاء. الشتاء ما في مفر، مكة المكرمة، عمرة، وصلاة 100,000 وتجون هنا. والصيف لا والله نجي الفكرة كلها. ونعمل الفكرة بإذن الله بالأسامي اللي احنا حطيناها الآن والأرقام اللي حطيناها. وهو الموضوع تكلفة الحفلين ترى من وقف الأحاد ليس من جيد يوسف الأحمدي من وقف الأحاد منكم كلكم من ثلاثة القبائل ذلك الفضل إلى الله ثم لكم أنتم فهمتم؟ التكاليف حق الحفل حق الفكرة إن شاء الله والتكاليف الحفلين هذه هي بحول الله تعالى من وقف الأحاد. أبشركم الآن أرض الفكرة حوالي 73,000 متر
في التخطيط الآن بين الأمانة وبين المحكمة عشان نأخذ إذن بالتعمير وغير الأراضي البسيطة اللي فيها، لكن هذه الأكبر الأصل. وأرض العزيزية هي الآن في طور، خرجنا السكان اللي فيها شغالين معاهم الآن وأعطونا تصريح 8 أدوار، وبإذن الله ستبنى 8 أدوار من مستثمر. وأيضا أرض القبلتين تم نزع ملكيتها لصالح تطوير القبلتين، اللي شفتوا المشروع. فالمبالغ اللي تجي من القبلتين لأنه وقف ما نستلم، الوقف ينتقل إلى وقف في التكبير. هذا حبيت أعطيكم خبر عنه وجزاكم الله خير. نبدأ الآن بالكسرات. أحمد، أحمد جاسم فين؟ أعطينا كسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع، حياكم الله عند حياكم. والله ما ادري وش اقول، وما دام انا صرت موجود بس الواقع طلعنا. اقول سلام يوصل مع الزبره وضيوفها اللي رجال ثقات، سلام يوصل مع الزبره وضيوفها اللي رجال ثقات. للي لكم في خواطرنا شيمة وقيمة وغلب الذات، ما عندكم شيء يشغلنا، أقسم بمن أنزل الأبيات. واليوم معكم يشرفنا وينعد عيدي مع الأوقات، واليوم معكم يشرفنا وينعد عيدي مع الأوقات. وجود الأحرار مكسبنا، اللي على الطيب والفزعات، واللي تكنوا خواطرنا لا لا الأدب نرفع الرايات. وتحياتي للجميع. أقول فيها يا ظروف الوقت وش باقي عذر، وش بقيلي في تلاوين السنين. ضاعت أحلامي وتمناني أسفر في زنازين الهوى قلبي سجين. يا ظروف الوقت وش باقي عذر، وش بقيلي في تلاوين السنين. ضاعت أحلامي وتمناني أسفر في زنازين الهوى قلبي سجين. كم معاني واشتكى بعض البشر، والنتيجة أسمع بليلي أنين. ليش يحلف لي بمن أحيا شدر يوم يشكرني على كسب الأنين؟ ليه مراضي يلتقيني بالهجر من فؤادي أسمع يقله ظنين؟ لمحت النور في ضوء القمر أطلب الخالق في وضعي عين. هذا وأنا صابر وميت قاعد خالف مجروحي على وجهي في مسالمتكم. يا مرحبا يا مرحبا، ألف ألف مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا. بنا حقيقة يعني مسامرة تكون عليكم، ولكن الله سبحانه وتعالى أجركم إن شاء الله أجر عظيم. وأسأل الله سبحانه وتعالى كافر لكم بستر وعافية وتوفيق وجنات الفردوس العليا لنا ولكم كل مسلم. الله يحييكم. معكم أخوكم الكاسر محمد المنفوق الأحمدي أبو حسام. نصر الاجتماع لأنه أبو ياسر الله يجزيه خير. أقول أقول من يوم جانا الخبر وأنا عد الأيام باقيكم، من يوم جانا الخبر وأنا عد الأيام باقيكم، فرحت يوم الخبر جانا فرصة وأقابل عيالنا. والثانية أقول هذه قلتها في حفل رحمان قبل 14 سنة ممكن ويسمع مجلس الحامل الأول. ونعيد اليوم نفس المناصر تقريبا نفس يقول لنا تخلى بالتاريخ اللي نعم نعم الله يرحمه في المنام. يقول لنا تخلى بالتاريخ فيها تلاقيت في أخواني تعالى قسامة ومريخ وكل فرحان الثاني. هذه المناصر اللي تبين كسرات ثانية يعني مشكلة. لا لا رفع مالي هي والله ما هي فيها رفع. يقول يقول طاب اللقاء واجتماع الناس وجواب الحيل مضبوطة، كل ما فيها السعادة حاسة الناس مبسوطة. بمناسبة الربيع بالديار والنحل وما شاء الله تبارك الله في السنة الأخيرة.
قال لها عسى سنة ترضي ترجع وترضي جميع الناس. سنة ترضي كل الأغلبية أو 95 هي وأبو السيد إيه نعم كان عسى ما شاء الله وتفطر وكل الناس عسى وإن شاء الله لم ترجع في مواد لنا ترجع لا لا ترجع بإذن الله بإذن الله. فقلت الكلام هذا يا ربي فارض الفرضية من جل أتباع الرياس يلا عسى سنة ترضي ترجع وترضي جميع الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود بن سعد بن عمران الأيمن. سلام مثل العود وقت احتراقه. الصوت سلام يقولون. سلام مثل العود وقت احتراقه عداد ما لاحت بروق المخايب. مثل العسل صافي وحلو المذاق. عداد ما عسفت مثل العسل صافي وحلو مذاقه عداد عسف العاديات الأصايل لما تقلي ما نريد افتراقه يستاهلون من القصيدة الجزايل. نشكر من يسعى الوصل الرفاقة ترى التواصل من علو الفضايل. يلم شمل وتستمر الصداقة ولا القطيعة ما وراها حصايل. من يقطع الأرحام يظهر انفاقه لو يتظاهر بالوفا والجمايل. اعرف ترى البغضات تهد العلاقة مثل البناء من فوق يرفي تهايل. ما يصل لحد السحاب اعتناقه لصار ساسه قبل مبناه مايل. جنب دروبه للجهل والحماقة لتاخذ الأخبار من كل قايل. مقدر الحفظ الدين جهد وطاقة حافظ على دينك ترى العمر زايل. والخير سابق فيه حزة سباقه لابد ما تلقى الفعله دلايل. والصبر يفتح باب طال انغلاقه ما يرى الصبر يبغى عزومة وصمايل. اشمخ شموخ يليق واسع نطاقه عند القريب وبين كل القبائل. لا تقول مالي معها للدود ناقه بالطيب وتكسب دود ماله مثايل. لا تقول مالي معها للدود ناقه بالطيب تكسب دود ماله مثايل. كم واحد يتعب للامجاد ساقه وقت الشدايد يرتكي للثقايل. الحكيم يعشق للمراجل عشاقه مبدأ طيبين الخصائل. وصلوا عدد همال ينطر حقاقه على الشفيع بيوم حشر هوايه. سلام. قربوا يديهم فوق السيه المصردان. صنعة الرحمن ما حافظ مش التصنيحه. ودي اوجه بها في حب يوم اطهر مكان بين مكه والمدينه رحتي تاكيدها. اولا رحله البيت الله ناويها سلام وثانيا رحله ربعي دعوه لبيتها. مقصدي وصلي بني عمي ربعين المقام هذه النيه ولا لي مقاصد غيرها. ربعي اللي فلوا لاقى مثل حد الحسام احمدي من حرب شيد على عز وكرامه بيته. والنعم كل القبائل وهم عندي مع الجو والاكرام الجميع اللي على ارض الجزيره نوم الصيده. يلا اني طالبك يا رب يا محيى العباد بعد ما رامت على هالارض عادت روحها ومشيتها تحفظ الموطن وحكامه من احداث الان. دعوه يا الله يا رب العباد تجيبها وسلامتها. مبارك بن عواد الاحمد. السلام عليكم. السلام. اسرع بصوت الواحد ابغى نور بلا لا لا مشي فايز وعوف الاحمدي. ونعم الله يحييك ابن العم شرفتونا والله في مكه الله يحييك. انا هذه الكسره سويتها زرت الحاره حقتنا جوا شيخ المراقب وشفت البيوت خلي من العذرين الله يرحمهم. الله اكبر. اي والله اقول يا عين شوفي منازلهم وابكي على جملة الأخيار راحوا وبقيت مغاثرهم والجار يبكي عليها الجار. الله أكبر. هذه طبعا كسرة عادي. إيه هات أنت بالصوت حلو. أم كلثوم تقول هو صحيح الهوى غلب. صحيح. أنا أقول نعم صحيح
تعذبنا احيانا نبعد عن الاحباب نشتاق ترجع مراكبنا. وانت تقول دائما يعني ام كلثوم، انا دائما ام كلثوم ترى عندي راي لها، ها؟ ام كلثوم تقول اللي فات ينسى وننسى اساء. يعني تقول اي شيء قديم خليك من اليوم جديد. طيب فيه الاخ اللي هنا جالس الله يعين عليه سؤال مره. حسين من هنا ولا شو؟ تطلع هنا؟ هنا هنا طيب. طيب سعود بن قابل ما شاء الله يعرفون راعي كسرات بس ما ادري شايف ليش. الاسم الكريم عشان يسجلوه حسين بن نافع الاحمد. نعم ترى هي يعني بمناسبة مشاركة تشبه المناسبة. نعم طبيعي نعم طبيعي طبيعي. اقول في دولة التوحيد والعهد السعيد حكامنا لسعود والبيرق خضر الله يديم الأمن والعيش الرغيد في مملكتنا الغالية عز وفخر. أنا سعودي واكتب بدم الوريد لك يا وطن كل المحبة والعمر أشرفت في المرقاب أهيجم بالقصيد مستنظر اللافي وبشر بالخبر يا هلا مليون أزيد ثم أزيد ويا مرحبا ترحيب بكل من حضر بل يلفونا من بعيد بل يلفونا من قريب ومن بعيد عد نبت الأرض وعد ما عقب صخر معلش يعني ربعي تعز الدار بالراية السديد نعم الشوخ ونعم في كل الجر يا عضيدي يوم كل له عضيد شوف الهقاوي دربها صعب وعسر ما كل من يضحك تحسب انه وديد ولا كل قولي قال يصبح معتبر ولا كل من مشال الصيد جاب صيد ولا كل من رام الشوامخ اقتدر وما كل من تنخاه ياتي بالمفيد ولا كل السحايب تاتي بالمطر والحر لو انه شهر وابعد بعيد عينها على مثباه وانطال الهجر قمت اتفكر وتذكر واستعيد ذيك الخوالي والملامح والصور مع هبة الغربي ورقصات الجريد وصولة طيور فلمسة بين الشجر يوم النخيل تجود بالطلع النضيد مع ميلة العرجون بلوان التمر واذكر هجير القيض واليوم الشديد وصالي الرمضة ومقيال السمر واذكر رجالا علمونا يا سعيد أهل الركايب واذكر رجالا علمونا يا سعيد أهل الركاب الوضح والنوب الحمر والنار من شبابها توقد وقيد بهارات تفوح من فوق الجمر جعل السحاب يقود ويرزم بالرعيد ينوض براقة مخرج من بحر ليلة فرحنا ليلة فرحنا صافحتها كل إيد ونجما تلالا فالسما وشعر ونثر يا ليل يا ليل خلك ولا تغادرنا بعيد ولا لا 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 تغيب عنا يا قمر. السلام عليكم ورحمة الله. دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. كان عندنا لقاء في الطائفة الله يجزيكم الخير من حضر رجل مهما نمدح فيه ما يكفي حق لأن كانت ديرة ما فيها لا سلط ولا أخذ وقت محبت ولا شيء وكل منهم شال الورق هل يودي هالدين هل يودي جدة ما يأخذ ريال فسافر من الظروف وسكن في المدينة نقى مدينة اسمه فايز بن حسين أنا حبيبي فقلت لما جاني الخبر قلت لولا ظروفه ماسك بل مدينة أنا بنا غصب ما هو على البيت وداعي عم يدم الصحون المزينة فايز ظروفه واد قام كلمة الضيف يلي علي ما عيني الخطينة نزع من صاف البرد والصيف يوم الروبين محدى وطينة ما شاف محمد عروسها والحلاليف يعمل المعروف ليا ونينا رجال فزعة ما يدور المصاريف ترفع لها البيضة سلمة يمينة يشهد لها القاصي قبل المعاريف اليوم طاشة على فراقة حزينة من عصر المعروف لقيت الخيط كل على فايز يفرق يدينه وشدها العقباط طيفا على طيف ويدي فيكم مثل فايز حنينه من ربع يدي يكلمون ملاهيب راحوا وبقت ما نزلهم حصينا راحوا احنا على اخطائهم مشاريف عايد عيالنا تفضل يا
البداية، لكن من فرحة الواحد بهذا اللقاء وفرحة في هذه الجهة الطيبة تلخبطة المشاعر وتلخبطة المواضيع كلها في الأصل. كلمة شكر للمؤسس جروب شمل الحامدة العم محمد بن عمر بن عامر السميدي أحمدي، الله يشفيه ويطول عمره، والله ما حال عمه ما حال على الحضور هنا إلا ظروف صحيحة للجميع تقدر، والله يجزى عنه كل خير. وكان الجروب اللي سواه كان صديق جاري عن هذا الرجل، صار يكسب أجر فينا كلنا، خلانا نعرف ناس من ربعنا ما كنا نعرفهم من قبل، والله في كل منطقة في حايل في نسيم من كل مكان سبحان الله. فالله يجزى عنه كل خير ونشكره وندعي له بالشفاء وربي يشفيه ويصلح له النية والذرية. والمسيد والله مسيد واجب، لكن في المنطقة لا بعد ما في شيء، لا احنا ناصر كمان كمل. وأيضا نشكر مؤسسي جروب ولد علي، لأنه أرسلنا لهم في هذا الجروب اثنين في هذه المناسبة، جزاهم الله خير، ونشكر كل من جاء واعتذر على راسه وعينه، كل بضافة تحية للغايبين كمان، أعطوه للغايبين. الاجتماع أحمدي الفكرة كانت في جروب شمل الحامدة، ثم طرحنا أنها تكون شاملة كل الحامدة، لأن جروب شامل اسمه جروب شامل يعني يشمل كل الحامدة، أدري في الجروب وغير الجروب يعتبر كلنا أبناء رجل واحد وكلنا قبيلة واحدة وكلنا واحد. فاللي ما هو من جروب ويبقى يشترك معنا في الجروب يرسل لي على الخاص ويبشر. لأن حقيقة العدد كبير في الجروب ما أدري من اللي فيه ومن اللي مو فيه. فاللي ما هو موجود في الجروب ويحب عنده رغبة إنه ينضم معنا في الجروب الله يحييه مرحبا ويشرف فيه. ناصر جزاك الله خير، ترى في جروب جديد اسمه جروب المتعددين والمعددين. لا بس سجلوني في العيال فيه اللي بينسحب ينسحب كيف؟ العيال فيه. شوف شوف ليش؟ شوف شوف. المعددين معنا. ايوه شمشان يضحك يقول اتحداك سجل. طيب سهل. يقول ذا القصيد قال النبي عاقل وفي ناس عقال طبيعته ما حق قيل وقال يا الله يا عالم بكلات الأحوال يا ربي المولى عظيم الجلال يا منزل الكوثر وعمى والأنفال يا منزل الماء من غزير الخيال تجيرنا يا الله في يوم الأهوال وتكتب لنا الجنة ورحب المجالي. وبقول أبيات بعد جت على البال من قبل ما كانت ترى حول بالي الناس في الدنيا مقيم ورحال ولا بد من يوم نشد الرحالي جيل بعد جيل وكم راح وجيال ولا شدر اجمع دروج المحالي دنيا تقلب كل يوم لها حال محدم بها عايش على طول سالي نصبر عليها دامها الرب حلال حلها لو هي سواتها الجبالي وش فادة واللي عندهم كثر الأموال هم وغم والمرض بالعيالي راحوا وذروتهم بقدون الأقفال ما خذوا معاهم بالقبر لو ريالي. وترى الذي يجعلك في منزل عال طاعتك للرحمن في كل حالي وعن الردى والشين لا تلفت البال عيش الحياة بطيب نهج وخصالي ترى حلات العمر ترى حلات العمر يا طيب الفال دين وأدب وأخلاق طيب وصالي وصلاة ربي عد ما هل الهمال على الرسول على رسول الله باخر مقاله. أحمد السيد يقول عنده غزلية، والله أنا ختم غزلية طيبة ورا وما هل مكة ترى في نص شطر شهادة حقيقة تسكية من قبل الشيخ يوسف عوض اقتلنا الله الليلة نرحب بجميع الحضور في هذه الليلة المباركة لجميع الأخوة والأحبة. وهو يقول لنا الكسرة حقيقة أنا ما أعرف الكسرة شيء، بس في واحدة في يوم مرة كذا على خاطري قلت سلام اللي يسكن في السهام سلام اللي يسكن في السهام وسهام عالية فيها يا الله تسكي شماس السهام وتسكي سائر الفكرة. وثالث عسى الحياة يكون وزنه مراكيف وعلى ديار العزي قاد سيره يسقي ديار الأجداد والمشاريف وهذه الفكرة يفيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صحبه أجمعين. هذا اليوم المبارك في هذا الجمعة المباركة في مكة المكرمة المباركة في هذا الوطن الغالي، نجتمع قبيلة الحامدة أطياف حقيقة ثلاث القبائل الصخارنة وسميدات وولد علي في هذا المجلس المبارك، مجلس الوالد رحمة الله علي عوض بن أحمد الأحمدي، للتعارف وإعادة اللحمة مع بعض ونتقابل معهم من المدينة ومن الرياض ومن جدة ومن مكة المكرمة، فنلتقي بإذن الله سنويا لهذا بإذن الله تعالى الاجتماع إن شاء الله تعالى. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، الله يحييكم. مصعب بن يوسف الأحمد، تفضل الله يحييك. الله يسعدك يا رائد أمين بن عايد الأحمد أبو عبد الله، الله يجزي الشيخ يوسف كل خير علينا، جمعنا الجمعة الحلوة هذه، خلانا نشوف الأحباب والجماعة كلهم، الله يجزي خير في ميزان حسناته إن شاء الله يا حبيبي، ويجزاك أنت خير كمان عنه، ويجزي أبو مشاري كمان خير عنا كلنا، الله يجزي خير أبو مشاري عنا حبيبي. طول عمرك أسلمك. يا هلا والله يا أبو عاصم، يا مرحبا أبو عبد الله، الله يحييك، هذه الفرصة الطيبة والمناسبة السعيدة اللي جمعت الرفاقة وابناء العم في مكان واحد للتعارف والتواصل، وهذا حتى اللي دعاله ديننا الحنيف، فالحمد لله على توفيق الله لنا، والشكر لكل من حضر، الله يبيض وجيههم ويجزاهم عنا كل خير، ويجزى أبو ياسر خير على حرصه على جمع الرفاقة والجماعة، ورب يديم جمعتهم إن شاء الله على الطيب وعلى الخير وعلى العز إن شاء الله. الله يحييكم أخوكم تركي بن عوض الأحمدي، الله يحييكم في مجلس أبو ياسر، الله يحفظه، حياكم كل والجميع. الله يحييكم عمر بن جابر الأحمدي، حياكم الله في مجلس جدنا. حياكم الله جميعا محمد عبيد الأحمدي. أخوكم فيصل بن عوض الأحمدي، أحيي بالجميع وأرحب، والله يوفق الشيخ يوسف وحنا في مجلسه، يوسف بن عوض الأحمدي. عواد دخيل الله منصور الأحمدي. الاسم عبد الرحمن بن سلمان بن محمد ناصر الأحمدي. أحمد بن محمد بن حمادي الأحمدي. نشكر أبو ياسر على هذا الاجتماع الذي جمع الرفاقة لأن يتعرف على بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، أبو محمد ناصر نصار الأحمدي. سلطان بن دخيل الله ربيع الأحمدي. حياك الله يا رائد، محمد بن دخيل الله بن ربيع الأحمدي. الله يعطيه العافية الشيخ أبو ياسر على هذا الاجتماع الطيب المبارك، نسأل الله أن يكتب أجره ويعطيه الصحة والعافية. طلال عبيد الأحمدي. عبيد ديبان محمد الأحمد. أخوكم المحامي عبد المنعم الأحمدي، حفظكم الله جميعا. لا شك إن هذه المناسبة المباركة لدى الشيخ يوسف بن عوض الأحمدي في داره العامرة إن شاء الله في مكة المكرمة، نسأل الله العلي العظيم أن يبارك له في داره وأهله وماله، فقد عودنا الشيخ يوسف حفظه الله على مثل هذه المناسبات المباركة لجمع الأحبة وأبناء العمومة والتعارف في هذه الأيام المباركة، نسأل الله له التوفيق والسداد. عودة سعادة الأحمدية، وفقكم الله بخير جميعا، نشكر الشيخ يوسف ونشكر الحضور جميعا اللي لبوا الدعوة، والله يوفقكم إن شاء الله لما فيه في صلاح العام بساطة البلد يا رب العالمين. علي بن سعد بن عيد الأحمدي، نشكر الشيخ يوسف على التجمع الخير هذا والبركة، مجلس مبارك، ودائما أحب جماعته، جزاه الله خير، نقول سلام عليكم. بدر بن صادق الأحمدي، مشعل بن إبراهيم بن صادق الأحمدي، فوزي بن محمد بن حمادي الأحمدي. نشكر الشيخ يوسف على هذا الجمع الطيب لأبناء العم، والله يصلح للنية والذرية. حمود بن سعد بن عمر، حمود سعد بن عمران الأحمدي. نشكر جميع من نسق ومن حضر في هذا الملتقى المبارك، شكرا للجميع. مبارك بن عواد بن عايد الأحمدي، نشكر من نسق و
وحاضر هالمجتمع من بناء العم وعلى رأسه الأخ الشيخ يوسف أبو ياسر الله يجزاه خير ويكثر خير ولا يستغرب عليه، كريم من كرماء. الله يحييك يا خالد. فيصل محمد معتوق الأحمدي أبو أسامة من المدينة المنورة. الله يسلم حالك، الله يجزاه خير أبو ياسر على الجمعة، جمعة الرفاقة، الله يجزاه خير، اكتب أجره إن شاء الله. عبد الله دخل الله بن عبيد الأحمدي، تشرفنا باجتماعنا هذا مع الجماعة وإن شاء الله نطلع بنتائج طيبة بحول الله تعالى. شكرا للجميع. فهد محمد سعيد الأحمدي، نشكر الشيخ يوسف بن عمي على الحفل، الله يجزاه خير إن شاء الله. نصار فهد محمد سعيد الأحمدي. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فأولا أحمد الله جل وعلا وأشكر على هذا المجمع الطيب المبارك، وأن يسأل لنا الحضور نحن ورفاقتنا وجماعتنا الحامدة. كذلك أني أشكر الشيخ يوسف بن عوض الأحمدي على مبادرته الكريمة وعلى جهوده المعروفة والمحمودة بإذن الله تعالى وعلى جمعتنا هذه. أخوكم سعود بن مرشد بن قاسم الحسان الفضيل الأحمدي. بارك الله في الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول له الله يبيض وجه أبو ياسر على الجمعة هذا الطيبة، جمعة الحامدة، بيض الله وجهه وبارك الله فيه على هذا الجمعة الطيب. معكم خالد حامد عبد الله حامد الأحمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عاطف بن مرشد بن قاسم الأحمدي، يعطيكم العافية. عايد عياد غلاب الأحمدي، نشكر الشيخ يوسف على الاجتماع وعلى المناسبة الطيبة الحلوة التي نتعرف على بعض، والناس لهم يمكن سنين ما تقابلوا وتقابلون، والله يجزي عنا كل خير ويرحم والده ويعطيه الخير إن شاء الله، ويرحم والده ويوفق الدنيا وآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رامي عايد عياد الأحمدي، نشكر الشيخ يوسف على الجمعة الحلوة هذه، والله يديم المودة والمحبة إن شاء الله بيننا. عبد الله حمدان غانم الأحمدي، شاكرين لكم جهودكم ونطلب منكم المزيد، هذه ما تكفينا منكم، اجتماع مبروك وعلى طاعته، ونسأل الله عز وجل أن يديم المحبة بيننا وأن يجعل اجتماعنا دائما خالص لوجه الله. شكرا، تسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم ولدكم سليمان فهد سليمان الأحمدي، شاكرين كثير للشيخ يوسف الأحمدي على هذه الجمعة الطيبة، الله يبارك فيه اللي جمعنا ووصل للأرحام فيها، وأسأل الله أن يكثر من هذه الجمعات الطيبة ويجعل فيها كل خير وبركة، نلقاكم على كل خير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهد سليمان معلل الأحمدي، نشكر الشيخ يوسف أبو ياسر على هذه الدعوة القيمة التي ألفت بين قلوب الرفاقة وعيال العم وجعلت في التواصل بينهم، وجزاه الله ألف خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خالد عايد بن عياد على السميد الأحمدي، أشكر الشيخ يوسف على الجمعات الطيبة هذه والله يكثرها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم يوسف حمد الأحمدي، أشكر من فكر وبذل على هذا الاجتماع وصاحب الفكرة، ألف ألف شكر له اللي جمعنا مع أبناء العمومة، نشكره. معكم أخوكم أحمد بن حميد بن جاسر الأحمدي. حياك الله أستاذ رايد إبراهيم ماطل الأحمدي، نشكر الشيخ يوسف على التجمع الطيب هذا، والله يبارك له فيه إن شاء الله. سعود رشيد الأحمدي، نشكر الشيخ يوسف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، صاحب الأيادي البيضاء، جزاء الله خير، جمعنا وشوفنا بعض وجزاء الله خير. بسلم عائشة الأحمدي،
في حفل الشيخ أبو ياسر، الله يجزاه خير وكثر خيره وكثر من أمثاله إن شاء الله، وشاكرين على الضيافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم داخل الأحمدي. بعضكم الحقيقة الليلة تشرفنا بزيارة الشيخ يوسف عوض الأحمدي، جمع الجماعة الله يجزاه خير، كل الجماعة موجودين اليوم ما شاء الله ومستانسين، واللي ما شاء الله تبارك الله جاب عمره كسب فينا أجر في الجامعة وفي العمرة، الله يجزاه عنا خير الجزاء. وشكرا أخوي أستاذ رايد، دائما وانت مجمل ومشرف، والله يعطيك العافية ويجزاك عنا وعن القبيلة خير الجزاء. شكرا، نبيض الله وجهك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر الأخ رائد الإعلامي النشط الذي شرف قبيلتنا قبيلة الحامدة. ثانيا نشكر الشيخ يوسف عوض الأحمدي على هذا اللقاء المبارك حقيقة اللي جمع الولد علي والصخارنة ثانيا أشكر الشيخ يوسف عوض الأحمدي على هذا اللقاء المبارك الذي جمع شمل الحامدة ولد علي والصخارنة والصميدات، ولقاء مبارك نسأل الله أن يكتب أجره. وشكر للجميع، وتعرفنا حقيقة على ناس كان لنا عنهم 25 عام حقيقة لقيناهم في هذا اللقاء المبارك، والشكر للجميع وجزاكم الله خير. معاكم أخوكم محمد بن سالم المضحوي الأحمدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. معاكم أخوكم خالد بن عود محمد الأحمدي من ذوي دواس من ذوي علي. أشكر الأخ رايد على إقامة هذا اللقاء في قناته، وأشكر الشيخ يوسف بن عوض الأحمدي على حرصه على اجتماع القبيلة في منزله العامر في مكة المكرمة، وأشكره على حرصه واستقباله بحفاوة وتكريم وعلى صفاء قلبه، وأشكر جماعتي من الحامدة على تلبية هذه الدعوة الكريمة. عبد الله محمد دبيان ابن ناحل الأحمدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوكم سالم بن معتاد الأحمدي. إن الليلة هذه من ليالي العيد صراحة، الذي جمعت أولاد حمد الجماعة، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن طال عمرك نشكر الشيخ يوسف بن عوض الأحمدي أبو ياسر، فجزاه الله عنا خير الجزاء الذي جمعنا في هذا الملتقى في هذا المجلس العامر. نسأل الله أن يوفقه وأن ييسر أمره، وصراحة كذلك لا يفوت أن نشكر أبناء العم الذي تكلفوا عناء السفر من جميع مدن المملكة العربية السعودية مملكتنا الحبيبة، وهذا الترابط وهذه المحبة وهذه التكاتف ما جاء من فراغ، جاء من لحمة. نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان تحت ظل قيادة الملك سلمان بن عبد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك ولي عهده الأمين والأمير محمد بن سلمان. وجزاك الله أخ رايد على هذه التغطية، وكذلك نشكرك، لا يفوتنا في هذا المقام أن نشكرك شكر خاص، لأنك ما تغطي أحداث قبيلتنا، وهذا من طيبك، فجزاك الله عنا خيرا، شاكرين ومقدرين لك، شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحدثكم عادل بن سعد الأحمدي من هذا المكان وهذا المنبر. نحب نشكر الشيخ يوسف بن عوض الأحمدي على بادرته الطيبة في هذا الملتقى وفي جمع أبناء العمومة في هذا الاجتماع. نسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، ونشكرك يا أخ رائد على حسن التغطية في هذه التغطية والتغطيات السابقة واللاحقة، فدائما أنت مميز يا أستاذ رائد، شاكر ومقدر لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بن سعيد الشراضي.
عبد العزيز سعد الأحمدي. عبد العزيز سعد الأحمدي الشضاضي. عبد العزيز. أيه. الله يعطيك. عبد الله محمد صالح الحمودي الأحمدي. الله يحفظك. أقول بيض الله وجه أبو ياسر اللي استضافنا الليلة، الله يجزاه عنا خير ما هي غريبة عليه، الله يبيض وجهه للجماعة الطيبين في هذا اللقاء. أشكرك ونشكره، شكرا لك. عبد الرحيم بن حامد بن سالم الشضاضي الأحمدي. نشكر أبو ياسر، كثر الله خيره، كثر الله من أمثاله، وشكرا لك أخوي رايد، جزاك الله خير. عمنا. بسم الله. مرزوق بن سلمان الفضيلي الأحمدي. ايش تبي ثاني؟ ونعم والله. جوال؟ ما في. تفضل. سلطان بن نافع بن ناشي الأحمدي. علي بن محمد بن حطيحط الأحمدي. نشكر الشيخ يوسف على هذا الاجتماع الطيب، والله يوفقه يا رب. تحياتي. فيصل محمد حطيحط الأحمدي. نشكر الأستاذ يوسف على الجمعة الطيبة هذه. ماجد عودة محمد الأحمدي. نشكر الأستاذ يوسف عوض الأحمدي على الاجتماع الطيب. أخوكم علي الكليب اليامي. أمانة الأمانة يعني شفنا الشيء هذا اللي عجبنا وعجب كل عربي أصيل، هذه بادرة طيبة، ونتمنى أن القبائل كلهم يأخذون حذوكم، والأمانة أهنيكم والله، هذا يعد انتصار وناموس لكم والله. الله يسعدكم إن شاء الله ويجمعكم على طاعته إن شاء الله. عبد الرحمن محمد ماتوق الأحمدي. أخوكم سعد محمد سعيد بن قابل الأحمدي. أسأل الله العلي القدير أن يجزي أبو ياسر الجزاء العظيم ويجعل ما قدمه في موازين حسناته في هذا المناسب. أخوكم حسان بن نصار بن ناصر الأحمدي. الله يجزي خير أبو ياسر إن شاء الله، والله جمعنا على خير دوم إن شاء الله تعالى. محمد حمدان حميدان الأحمدي. فيصل محمد الأحمدي. ماجد عودة الأحمدي. ماجد عايز. ماجد عودة محمد الأحمدي. ياسين صالح الأحمدي. عالج بن عبد الله الأحمدي. ماجد بن عامر السمران الأحمدي. سامي بن سلام الأحمدي. الاسم؟ عبد الله بن عبيد بن عبد الله الأحمدي. والنعم. الله الله يسلمك. محمد حمدان حميدان الأحمدي. والنعم. فيصل محمد الأحمدي. عايز. ماجد عودة محمد الأحمدي. ياسين صالح الأحمدي. عالج بن عبد الله الأحمدي. ماجد بن عامر السمران الأحمدي. سامي بن سلام الأحمدي. محمد بن علي بن عبد الله الأحمدي. محمد بن عبد الله بن عوف الله الأحمدي. عبد الرحمن بن عبد القادر أبو عوف الأحمدي. فايز بن علي بن عبد الله الأحمدي بن فرج. عزيز سعد الأحمد. سعد سعيد صالح الأحمد. عبد الله محمد صالح الحمودي الأحمدي. الصوت صالح. عبد الرحيم عامل سالم الأحمدي. يوسف بن عوض الأحمدي. عايد عياد الأحمدي. خالد عايد عياد الأحمدي. رامي عايد عياد الأحمدي. رحمن محمد محمود الأحمدي. سعد بن سعيد بن نابل الأحمدي. حسان بن نصار بن ناصر الأحمدي. ناصر بن نصر بن عبد الله بن عدي الأحمدي. جواب صالح الأحمدي. تركي سلطان عوض الأحمدي. أحمد بن حمد بن عوض بن أحمد بن حمد الأحمدي. تركي بن عوض بن أحمد الأحمدي. طلال بن عوض بن أحمد بن حمد الأحمدي. مرزوق بن سلمان الغير الله يعينكم.
أحمد بن محمد بن حمادي الأحمدي. عبد الرحمن بن سلمان بن محمد الأحمدي. ناصر بن نصار بن ناصر الأحمدي. سلطان بن دخل الله ربيع الأحمدي. محمد بن دخل الله ربيع الأحمدي. محمد بن عمرو بن عمرو الأحمدي. عبد العزيز بن محمد بن عمرو الأحمدي. عبد الله بن محمد عمرو الأحمدي. عود الخالد جبر الرحمن. بدر صادق بن سلطان الأحمدي. علي إبراهيم بن صادق الأحمدي. أخوكم عبد المنعم بن مبارك الأحمدي. مشعل بن إبراهيم بن صادق الأحمدي. أخوكم سعود بن مشعل بن قاسم حسان بن غير الأحمدي. خالد حمد بن عبد الله الأحمدي. عاطف مرشد بن قاسم الأحمدي. سعود الشهيد الأحمدي. إبراهيم وافع عوض الأحمدي. عبد سعد بن عيلان. حمدان بن حميدان بن مازن الأحمد. مسلم بن عائش بن صالح الأحمد. داخل بن عايد بن عياد الرويشدي الأحمد. محمد بن سالم الضحوي الذكيري الأحمد. خالد بن عبد محمد الدواسي الذكيري الأحمد. فيصل بن عوض الأحمد. مساكم الله بالخير أخوكم علي آل كليب اليامي. ضيف عزيز على الرأس والعين. الله يسلمكم. عبد الله محمد بن يامي بن ناحية الأحمد. فهد بن عبد الغني بن قاسم الأحمدي. سالم بن معتاد بن عواض الأحمد. أيمن بن فيصل بن علي الأحمد. موسى بن عبد الغني قاسم الأحمدي. عادل بن سعد بن عواد الأحمدي. علي بن محمد بن حبيح الأحمدي. أبو برزيك الأحمدي. سعد بن عواد الأحمدي. سعد بن عباد بن إسماعيل. منصور بن خير الله منصور الأحمدي. ما شاء الله تبارك الله كلهم. ماجد بن عواد بن دخل الله الأحمدي. مجاهد بن ناصر بن مصر الأحمدي. عمر بن محمد بن جزة الأحمدي. مبارك بن عواد بن عايد الأحمدي. سليمان بن فهد بن سليمان الأحمدي. عبد الله بن حمدان بن خالد بن محمد بن عياد بن وران الأحمدي. فهد بن سليمان بن معنى الأحمدي. طارق بن محمد بن ليث بن عمرو الأحمدي. سلطان بن نافع بن ناشر الأحمدي. حسن بن هواض بن عاد بن عبد الرحمن الحمودي الأحمدي. سيد بن نافع بن منصور الأحمدي. سعود بن حمد السعيد بن قاد الأحمدي. أخوكم محمد بن سعد الأحمدي. أخوكم أحمد أحمد الأحمدي. أخوكم تركي مساعدة فضل جرحين محمد بن جاسر الأحمدي. ونعم حياك الله ضيف. ضيف الشرف صحيح. فهد محمد السعيد الأحمدي. نصار فهد محمد السعيد الأحمدي. يوسف بن سلمان الأحمدي. رعد يوسف إبراهيم بن هند الأحمدي. حمود بن سعد بن عمران الأحمدي. هذا صاحب الفكرة الأرياف في جبال الأنف. حميد بن حديبان الأحمد. أبو طلال. أبو طلال. عادل بن علي بن عبد الله الأحمد. أخوكم محمد بن علي بن عبد الله الأحمد. أخوكم يوسف بن محمد بن عاطف بن عليف الأحمد. معتز بن صالح الأحمد. أخوكم عثمان فيصل عواطف أحمد الأحمد. كامل بن صالح بن ظاهر الأحمد. عبد الله بن عوف بن أحمد الأحمد. عمر بن جابر بن عبد الله بن عبيد الأحمد. أخوكم عبد الله بن عبيد بن عبد الله الأحمد.
أمير بن عبد إبراهيم الأحمد. من اسمك؟ عبد العزيز منصور سليمان الهيب. بدر بن تركي بن عبد العزيز الحمود الأحمد. أخوكم مصعب بن يوسف بن عوض الأحمد. واجد بن ناصر الأحمد. السلام عليكم. السلام عليكم.